لماذا تحديدا المدينة القديمة إلى الآن ما زالت مدمرة تقريبا؟ موصل بالحد الأدنى خسرت من بنيتها التحتية بما يعادل 15 مليار دولار. ابن الموصل القديمة يتألم من يشوف هذا المنظر؟ شو ما يتألم؟ يعني أنا كل ما أشوفه أشبع قهر. بيتي راح 5 شهداء. هو الظل آثار هي بهاي المدينة. الظل آثار، كل الآثار عبارة عن تراب. متى ستعود الموصل إلى سابقها؟ حجم الأموال المخصصة لمحافظة نينوى لا تزال أقل بكثير من حجم الدمار الحالي اللي موجود في المحافظة. سكانها تحت الركام بيوتهم، لا باب فيها إن أردت وصالا. عن ساكنيها من ستسأل إذ غدت قفرا فلا أحد يجيب سؤالا. قديمة ملف التعويضات وين وصلت به الحكومة؟ الناس تعوضت قعدت ببيوتها؟ هاي منطقة راس الكور هاي القديمة هنا، بس ملف التعويضات ما أكو شيء، لا تعويضات ولا أبد شيء. ما أعطونا، أنا أقول من الناس واحد يعني بيتي قاع، لا أعطوني تعويض ولا أعطوني، قاعد بيتي جار. طيب يعني لا الحكومة المحلية جابت ولا المحافظ، كل شيء ما أعطونا، ما أكو، بس سوينا معاملات وما أكو شيء. زين الوضع الانساني هنا شلون؟ الناس وين تنام؟ شلون تاكل؟ الناس اكو يعني حياه راجعه، بس اكو ناس يعني بيوت ايجار قاعدين، بس ازيدنا المتضررين هنا ما عندهم يعني بيوت، ماكو يعني ما حدا يجي يعوض لنا يسوي لنا، ماكو. المحافظ قبل المرعيد انطانا قال سووا معاملات وسوي لكم ايجار مال السنه وما اعطانا، سوينا معاملات ودينا على المحافظه وكل شيء ماكو. برايك اليوم ملف التعويضات يم بغداد يم الحكومه الاتحاديه؟ والله لو يم ملف مال التعويضات يقولون ببغداد، يروحون على بغداد يجون يقولون من اهل الموصل، من الموصل. وهنا الموصل التعويضات يقولون اللي 30% 30,000 وجوا ياخذوها من المحافظه، بس هنا ماكو، كل شيء ماكو. زين السياسيين تدخلوا بموضوع التعويضات؟ اثروا على موضوع؟ والله اخويا لا، ولا سياسي، كله حكي، كل شيء ماكو. كل من يجي يقول أني دا أسوي وهذا كله ماكو، يجي ينطي موعد يطي هاي ماكو، كل شيء ما سووه، لا سياسيين ولا مجلس محافظة. شلون كانت الموصل هذه القديمة هنا؟ شلون كانت سابقاً؟ سابقاً عامرة والحمد لله، كل شيء ما بيها والحمد لله، بس راحت بالحرب والهذي دمرت. يعني كنا عايشين أحسن عيشة، بس سبحان الله صارت هاي الحرب وصارت الهذي واللي صار. نسبة الدمار اللي بالقديمة شقد؟ القديمة هسه على الشهوان دمار كامل، هاي منطقة الشهوان والراس الكور والاقليعات هاي كلها دمار شامل ماكو. جو على اساس دي ينظفونا والجيش مو كلهم جو ينظفون ويطلعون، جو كل من تعرف البيوت كانت الدواعش كلها نايمه جوا، وجانا المرعيد محافظ عدل لنا هاي كلتها وراحت البيوت كلها، وتعرف كلها بيا سلاح وبيا ما اعرف ايش، كلها جو طلعوها والانقاذ كلها ظلت نفس الشيء. موضوع الجثث فعلا لحد الان اكو لحد الان جثث وريحه موجوده لحد الان بالميدان. ما شالوها؟ ما شالوها، مدفونه دفن، شو يشيل منها؟ يعني هيجون يشيلون يشيلون يلقون يشيلون، ما هسه اوديك على بيت الاقيك جثث موجوده. ابن الموصل القديمه يتالم من يشوف هذا المنظر؟ شو ما يتالم؟ يعني انا كل ما اشوف اشبع قهر. بيتي راح 5 شهداء انطيت. انت موجوده هنا؟ نعم كنت موجوده هنا، احنا اخر عائله طلعنا من هنا. ايه وتحررنا من هنا مو منطقتنا. دق قصف كان صواريخ والطيارات والهاونات كلها علينا. قلتي لي قبل التصوير انه اكو جثث لحد هذه اللحظه. ايه لحد ذاك اليوم جاء الجيش يشيل النقاض يوقع البيوت، الجثث طلعت. بلغنا الدفاع المدني جاء وشالوهم الجثث، بهذا البيت 5 جثث طلعوا، بذاك البيت طلعوا عائله طفلين و احنا اليوم طبينا بالثلاث سنوات. ايه التحرير 3 سنوات تمام. ثلاث سنوات ما تم تعمير المدينه. والله باي 3 سنوات ما حد، الخيرين عيجون. الخيرين يجون يعمرون بيت يعني يكون واقف على حيله شويه واصحابه يريدون يرجعون عليه عيعمروه. هذا المكان كان كله بيوت، بيت بصفيت؟ هذا كله بيوت، هذا هسه انت واقف انت على بيت.
بس هاي خلص انمحت الحدود البيئة كله يعني هنا جاري جاي يريد يعني يطلع من الساحل شلون راح يطلع؟ يقول بعد ما عف قاعي من قاع جاري. والحل؟ الحل بايد الحكومه، الحكومه بس لو تجي تشيل هالانقاض حتى العالم ترجع. هنا العالم ما طيق يعني يقول لك بدايه الامر انه الناس اذا تنشال هاي الانقاض ممكن هو يبني. طبعا هنا جاري عاد يقول لك يريد يبني هو، بس يقول اني فلوس اللي عندي دبني بيها لو اشيل الانقاض بيها. ما هنا عندك الانقاض هاي راد تنشال. الحكومه لو تساعد المواطن برفع الانقاض طبعا شلون اذا ساعده هاي كلها تنشال الانقاض. ايه اذا ساعد يعني هسه اعطيك هذا بيت وهذاك بيت وهذا بيت الاخ، هذول يريدون هم من عندهم يبنون ثلاث بيوت هنا تريد تبني اي جاهزه. هنا هاي جارتي هم رادت وما حدا قامت هي من عنده تدينت وشالت وعملت البيت، قاموا ناس خيرين بنوا له هو. ترسيم حدود المنازل اختفى هنا أنا بعد ما حدود المنازل. ماكو حدود. المنظر مؤلم من تشوفيه وانت طبعا شلون انقاض قدام بيب طبعا شلون اسع قدامي انا انقاض، وين كنت قدامي افتح الباب اشوف جاري. كان جاري مقابيلي. تألمين على هذا الموضوع؟ شلون؟ اتألم على الجاري، اتألم على الحجر اللي اشوفه. شان هاي بيوت قديمة أثرية يعني من آلاف السنين هاي البيوت ما أسع مبنية. شوف على بيوت الواقفة شوف شلون عقادة كلها بناء قبل. زين والتعويضات عوضوا ناس؟ والله التعويضات لي حد الآن هنا بالنسبة لي ما حد كان استلم، بس جاري هذا يقول أنا استلمت والباقي يكسحون لسع ما استلمنا. الأغلبية ما استلمت؟ إيه الأغلبية ما مستلمة. أنت ليش ما سجلتي على ال على ال تعويض؟ والله أنا ما سجلت، عوضي على رب العالمين. ونعم بالله. إيه لأن أمو لمسكوا يقول لي صرفنا فلوس حلوة وما يعني استلمنا. أنا والله يعني الصراحة رجلي معوق إيده مصوبة وابني مصوب هاو موقع عليهم بالحرب، فما عندي أمشي معاملة تعويض. ما عندي امشي معامل تعويض وظليت. مو بس انت، اكو هواي غيرش ما دخلوا جاري هذول كلهم جواريني نفس الحاله، لان ما عندهم اصلا فلوس. فلوس ما عندهم، يمشون بمعامله مال التعويض. فكيف هو ينتظر المعامله مال التعويض؟ يعني هسه انا عاد اقول لك هذا البيت ناس خيرين بنوه ها ومسجله على التعويض ولي حد الان ما هاي راحت راجعت قالوا لها ضاعت اوراقك عيدي الاوراق. ورا ايش قد من التحرير رجعتي للمدينه انت؟ اني هنا ورا ما تحررت بسنه ونص ظليت بذاك الجانب، تبهدلنا بالايجارات. اول ما شفتي هذه المدينه وهذا الدمار شنو كانت رده فعلك؟ شلون اني من طلعت يعني تحررت 10/7 طلعت هاي البيوت واقفه، يوم اللي رجعت عليها البيوت اريد بيت جاري ما اكو بس بيتي واقف. شلون شات ردت فعلك؟ شلون ردت فعلي؟ ما مسكني غير البكا، قمت ابكي يعني على البيوت على الجوارين على المنطقه، يعني بعد ما كانت تزوي بيوت والناس رايحه جايه كنا نفتح يعني الساعه 5 الصبح الفجر دنيا نهار نحن. الحكومات المحلية التي تعاقبت على إدارة محافظة نينوى خلال السنوات الثلاث الماضية لم تستطع أن تطهر تلك المنطقة من الجثث المجهولة الهوية والمخلفات الحربية وأنقاض المباني ودمار الحرب الشاخص أمام أنظار الجميع لهذا اليوم. التقينا بمحافظ نينوى السيد نجم الجبوري والذي أقر بصعوبة إعادة إعمار المدينة القديمة لأسباب عدة. سيادة المحافظ، نتحدث عن ملف إعمار المدن المحررة. ملف الموصل تحديدا، كم نسبة الدمار في الموصل ومقارنة بالسنوات الماضية والوضع الحالي كم نسبة الإنجاز المشاريع وإعادة إعمارها؟ وبالنسبة للموصل يعني
تقديرات الخبراء كانت يعني أنه الموصل بالحد الأدنى خسرت من بنيتها التحتية بما يعادل 15 مليار دولار. هذه طبعا تشمل جسور وتشمل أيضا مؤسسات صحية وتشمل دور مواطنين وبكل القطاعات. يعني الموصل يعني مثل ما ذكرت الخبراء قدروا حتى ترجع مثل قبل الـ14 لابد أن يكون لها تخصيص بحدود 15 مليار دولار. دولار. الآن إحنا يعني بالنسبة لنا يعني تدري الميزانية المخصصة لمحافظة نينوى لا تتناسب نهائيا مع ما أصاب هذه المحافظة اللي اعتبرت محافظة منكوبة. يعني ميزانياتنا الموجودة تتراوح يعني بين نص مليار دولار أو يزيد قليلا، هذا فيما يخص ميزانية الدولة. طبعا هناك أيضا صندوق الأعمار بالنسبة للمحافظات. طيب. المحررة المحافظة سابقا يعني قبل 19 ما كانت مستفادة من صندوق الإعمار كثيرا، يعني يمكن كانت هناك تقاطعات بين الحكومة المحلية وصندوق الإعمار، لكن بعد أن استلمت المحافظة كانت لغة تفاهم خاصة مع الأخ مصطفى الهيتي كبيرة، وأنجزت أعمال داخل المحافظة من صندوق الإعمار. طيب. أيضا عندنا منظمات دولية حتى لا حتى بس قبل لا ندخل في موضوع المنظمات الدولية، تحدثت عن الموازنة الرسمية أو التخصيص المالي نصف مليار دولار يعني حكوميا، نصف مليار دولار أو يزيد قليلا، أنا أتكلم عن 19 حاليا، عن سنة 19. لا نعم. نتحدث عن من بدء التحرير لهذا اليوم من الجانب الحكومي كحكومة اتحادية كم خصص من المبالغ؟ يعني هذا هو يعني تتراوح الميزانية في أرقى أحوال من 2015 لهذا يومك؟ يعني إحنا التحرير صار بالـ17 18 و19 يعني صار عندنا، وتدري المبلغ ما يتناسب أبداً لا مع لا أبداً حجم الدمار؟ ما يتناسب ويا حجم الدمار اللي موجود، وأيضاً أنت يعني عندنا ملف تعويضات أيضاً، هذا ملف التعويضات يعني حقيقةً شاب عراقيل كثيرة ولا يتناسب مع حجم الضرر بالنسبة للمواطنين. يعني عندنا 47 أو 48 ألف معاملة دور مهدمة هذه للمواطنين. طيب. يعني اللي أنجزت بحدود 2000 فقط، يعني اللي أخذوا 2000 يعني ما تبقى 46 ألف، يعني 46 أو يزيد أو يقل قليلا يعني. نعم. 46 ألف ما يتناسب نهائيا. السبب؟ السبب يعني هو إطلاق المبالغ من قبل الحكومة المركزية. يعني هذا الملف أنا راجعت كثيرا الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تحدثت مع رئيس الوزراء السابق، وأيضا عندما استلم دولة الرئيس أيضا تحدثنا به، لكن تدري يعني حاليا يعني الأزمة المالية اللي تمر بها الدولة، وإحنا حصلنا أيضا يعني تكلمنا مع البرلمان وحصلنا. طيب. أنه المبالغ اللي تقل عن 30 مليون يتم نقلها إلى المحافظة لتوزيعها للمواطنين اللي منجزة معاملاتهم بشكل مباشر من المحافظة دون الرجوع إلى لا هي المعاملات كاملة. يعني أنا أتحدث لك عن معاملات تم تقديمها وقسم كبير منها منجزة صار يعني كم بس على الصرف. يعني إحنا آليات الصرف تكون من المحافظة. طبعا. لكن أيضا بغداد واقفة يعني لحد الآن معرقلة لهذه الأمور. يعني أعتبر محافظة نينوى من حيث التعويضات محافظة مظلومة بشكل كبير،
وأنا قلت لك تحدثت مع دولة رئيس الوزراء أنه إحنا عندنا ناجحين. سيد طيب الكاظمي شلون أنا أرجع الناجح وهو ما شنو كان رد السيد الكاظمي؟ دولة الرئيس يعني وعدني أنه نقدم له مقترحات يعني حول هذا الموضوع. طيب. وإحنا في حينها أيضا كتبنا يعني في هذا الموضوع حول إعادة الناجحين مقترحاتنا وأرسلناها إلى دولته، وأيضا فيما يخص المغيبين يعني. تمام. فيما يخص المدينة القديمة، لماذا تحديدا المدينة القديمة إلى الآن ما زالت مدمرة تقريبا؟ يعني شوف، بالنسبة للمدينة القديمة يعني هي صرفت عليها أموال من الحكومة المحلية السابقة واللي قبلها. احنا من كنا بخلية الأزمة يعني أنا من كنت أضرب بخلية الأزمة، احنا وضعنا الأسس لبناء بنية تحتية للمنطقة القديمة. جنابك هسه إذا تروح للمنطقة القديمة بالنسبة للحكومة المحلية احنا شوارع كاملة، يعني ما عندنا أي شارع مو كامل. وبالمدينة القديمة الكهرباء وصلت لها، المي الماء أيضا وصل للمنطقة القديمة. مشكلتنا بالمنطقة القديمة ماكو تخصيصات لرفع الأنقاض حاليا تتناسب مع حجم الموجود. أنا تكلمت مع فخامة رئيس الجمهورية ومع السيد وزير الدفاع وقدرنا نجيب جهد هندسي. هسه جنابك إذا تروح هذا صار له فوق يمكن أكثر من شهر ونص. نعم. هذا الجهد الهندسي العسكري يعني من تمام لجأتوا إلى الجانب العسكري بدون أن ندفع أموال رفع الكثير من الأنقاض، لكن المنطقة القديمة تبقى بيها مشاكل كبيرة، بيها مناطق أثرية لا يمكن التقرب من عندها. تمام. هذه النقطة. النقطة الأخرى، كثير من اللي عندهم أملاك في هذه المنطقة هم خارج العراق، وهذا أيضا ما تقدر حق تصرف وحق ما تقدر يعني كحكومة محلية. أتصور جغرافية المدينة القديمة لها خصوصية منطقة صعبة يعني جنابك كثافة سكانية يعني يمكن الكاميرا أكثر مني تنقل صورة للناس. نعم. يعني هي المنطقة القديمة منطقة بها أزقة ضيقة وبنائها قديم جدا وكذا. طيب. والمنطقة القديمة واللي حواليها يعني اللي تأثرت بالدمار هي تمثل تقريبا 5% من مدينة الموصل يعني كمساحة. طيب. بذلت جهود، أنا أتمنى الكاميرا مالتك. نعم. تنقل، وقلت لك احنا صار لنا شهر ونص ويا الجهد الهندسي العسكري نشتغل بيه. طيب سيادة المحافظ، ليش ما لجأت المحافظة باللجوء إلى الشركات الاستثمار، ممكن إلى شركات مختصة بموضوع رفع الأنقاض، بموضوع التهديم، بموضوع رفع هذه الأكوام الأحجار؟ ليش ما لجأتوا لهذا خاصة أنه منذ المحررة صار مخاطبات دولية لها خصوصية يعني. المنطقة القديمة قلت لك منطقة أثرية، هاي نقطة. اثنين، قسم منها على التراث العالمي. نعم. يعني من الصعب أنه تجري بيها. أتذكر السيد نائب وزير الهجرة هو كان أيضا مسؤول عن ملف بهذه المنطقة، قدم مقترح أنه مثلا اللي على وجه النهر يصير كورنيش ويصير بها استثمار. نعم. أو الدولة تخصص لها. أيضا تعالت أصوات كثيرة أنه يعني هذه المنطقة لازم ما يصير بها تغيير يعني وتبقى. طيب. تحافظ على النهج مال حاليا يعني هي بها أيضا تلكؤ. يعني مثلا جامع النوري ومنارة الحدباء هذه دولة الإمارات خصصت لها 50 مليون دولار لإعادتها وإعادة المنطقة اللي حواليها. نعم. كبيرة. لكن أيضا تدري المنظمات الدولية يعني شغلها، اليونسكو هي المسؤولة عنها، ويعني كان من المؤمل أنه في غضون 5 سنوات تكمل جامع النوري
الحدباء. شنو اللي صار؟ وين الفلوس؟ تلكوا بسبب جائحة كورونا، تدري الأجانب. سوى التخصيص إلها. التخصيص إلى الجامعة. مو يعني. لا فاهم. التخصيص يذهب وين؟ للمالية؟ لا. التخصيص إلى اليونسكو. اليونسكو. اليونسكو هي. اليونسكو الطرف في العراق هي متمثلة بالجهات. أكيد هم عندهم، لكن من صارت الجائحة صار العمل بطيء جدا. طيب ليش يتهمون الناس؟ بعض الحديث يدور عن اتهام في موضوع الأموال، تتهم المحافظة بالفساد في أي محافظة، ليس في نينوى فقط، في المحافظات التي تم تحريرها. المفهوم العام أنه الأموال تأتي من الدول الخارج تعطى إلى المحافظة، والمحافظة هي لها حق التصرف. إحنا ما استلمنا، يعني أنا بالنسبة لي أتحدث، نعم. ما أعرف اللي، بس ما أعتقد يعني أيضا اللي قبلنا، سنت واحد من أي دولة أجنبية فيما يخص ملف إعادة عمار، سنت خلاص. واحد ما استلمنا، ماكو. وإحنا دائما يعني أنا بالنسبة لي من أتحدث مع ممثلين لدول أجنبية أو غيرها، إحنا ما نريد أي مبالغ مالية، إحنا نريد اللي عيننا يجي قد نشير عليه ببعض المشاريع، أما التنفيذ والمبالغ المالية إحنا ما نريد ولا نتقرب منها. طيب سيادة المحافظ، لو كان القرار فعلي بيدك، شنو القرار الأول اللي راح تخطيه بالمدينة القديمة وبعموم نينوى المدن اللي تم تحريرها؟ يعني أنا بالنسبة للمنطقة القديمة كنت أفضل نعمل مثل ما جرى العمل من قبل الألمان بعد الحرب العالمية الثانية. الألمان طبعا المنطقة القديمة لا يمكن مقارنة ببرلين، برلين مدينة، نعم. كبيرة، لكن أنت عليك أن تستفاد من تجارب الآخرين. فمن سألناهم أنتوا شلون تعاملتوا بعد الدمار اللي صار ببرلين؟ قالوا إحنا المناطق الأثرية بقيناها على دمارها؟ لا بقيناها على وضعها ورممناها. طيب بقية المناطق لا، شلناها مسحناها بتصميم جديد. تصميم جديد. احنا مشكلتنا، احنا تدري دوائرنا، يعني احنا داخل ويانا الآثار من جهة، وداخل ويانا جهات اخرى من جهة، والأهالي أملاك الأهالي من جهة. كان يفترض بالنسبة، يعني أنا وجهة نظري بالنسبة للمنطقة القديمة، المناطق ذات الطابع الأثري ترمم، أما بقية المناطق يعني أكو بيوت أخي مساحتها 15 متر و20، وأكو بيوت فوق بيوت، يعني من تريزي البيت معناته ذاك ما يبقى له مجال. كان يفترض أن يصار أنه هذه المنطقة تستغل إما عمارات سكنية باعتبار هي واقع على نهر دجلة وموقع حلو، وتعطى يعني يعوض الساكنين بدور أو شقق سواء بالمنطقة أو في منطقة أخرى ويجري بناء هذه المنطقة. سيادة المحافظ، كم نسبة الفساد في نينوى سابقا وحاليا؟ يعني هذه مو يعني ما اقدر انطيك يعني نسب فساد في نينوى، لكن انت عندك اجهزه موجوده هنا، واتمنى انت تمر يمهم. يعني اكو عندنا هيئه النزاهه، عندنا محاكم، عندنا رقابه ماليه، جنابك تقدر تمر، لانه انا ايش اقول لك يعني نسبه الفساد. هذه الجهات هي اللي تحدد نسبه الفساد الموجود، لكن أنا مطمئن كثيراً أنه حالياً ما عندنا هذا الهامش اللي تسمع عنه. أنا من استلمت قلاعة شوارع، كانوا ماخذين نهج غير نهج، شوارع كامل قلعت، مختبرات حضرت التعامل معها لأن كانت تنطي يعني تقارير مزورة. حاليا أنا ودا أقول لك أنت قاعد أمامي، روح في أي جزء من محافظة نينوى، قضاء ولا ناحية ولا مدينة، راح تلقى مشاريع قائمة على الأرض. وأنا يعني خرجت في أكثر من وسيلة الإعلام،
بناء على كلام كنا نسمعه، قلت اتحدوا امام اهلي في محافظة نينوى انه يلقون كما يقولون مشروع وهمي موجود. ماكو بنينوى اطلاقا اي مشروع وهمي؟ انا اتحدى والان ايضا اتجدد التحدي ان يلقون مشروع وهمي خاص بالمحافظة في محافظة نينوى عموما. احنا محافظة نينوى، وانا في حديث خلف الكواليس مع جنابك، مظلومة اعلاميا، لانه كثير من اللي يجون الى محافظة نينوى يصدم بالواقع اللي موجود سواء داخل المدينة او حتى في الاقضية والنواحي. كيف تشوه صورة نينوى او المدينة القديمة في الموصل؟ المدينة القديمة قلت لك هذه جنابك تقدر تروح وشوفها بنفسك، شوف شوارعها، شوف كهربائها وميها، وشوف نسب العمل اللي تنجز بدون دفع مال. يجوز اكو قبلنا كان يدفع مليارات، احنا قلت لك احنا نروح جبنا هندسة عسكرية. كم هدرت بصراحة سيادة المحافظ؟ كم من الأموال هدرت في يعني حقيقة المحافظة؟ أموال هدرت يعني ما وضعت في أماكنها. تقدر يعني بكم مليار؟ ما أقدر أقدر لك يعني، هذه الراد لها ناس لازم تتابع إيش قد انصرف وإيش قد هذا حتى هدرت. تمام. لكن اللي علي أني أنه من جيت أكو خطة كانت موجودة حقيقة، إحنا ما وضعنا كل الخطة، أنا بس خلية الأزمة يعني اللي تخص الجسور، تخص الشوارع في بعض المناطق، الشوارع اللي تربطنا مع دهوك وغيرها، هذه كانت خطتنا. تمام. غيرها احنا خطة لقيناها مصادقة من التخطيط ومن غيرها والجميل بالتنفيذ. انا علي جودة التنفيذ مراقبته وانه المبالغ هذه تروح لهذه الاماكن. طب. تحدثنا قبل التصوير عن ملف التعويضات وشنو الأشياء اللي تسبب الضرر على ابن الموصل القديمة، وما حلت هذه الملف ملف الإعمار؟ أول شيء نتهلا بكم من خلال قناة الفلوجة، الله يخليكم، وقناتكم الموقرة. هاي المنطقة منطقة الميدان والشهوان والإقليعات والكوازين تعاني من ملف التعويضات. هاي الناس هسه تقريبا مهجرة، اللي بالمخيم واللي بالأيسر واللي هاجر هاجر، ولي حد الآن نحن حاليا هسه بهاي المنطقة السيئة الميدان من ملف التعويضات تعاني. لي حد الآن الموازنة ما انقرت على بالتحديد على مدينة القديمة على محافظة نينوى. زين، إلى حد الآن نحن أي ملف تعويض ما حد ما الناس تعوضت، والناس كلها قامت بالمعاملات في محكمة التعويضات بالتحديد منطقة المنصور. إلى حد الآن كله حبر على ورق. زين، وبعدين نحن اشون يعني غير نتعوض؟ تبقى هذا الدمار والخراب والرياح اللي تهب الكريهة في فصل الصيف، ولي حد الان نحن نعاني من الحرمز ومن الافاعي ومن الحشرات، هاي كلها مقدور عليها. زين، اشون الناس تبقى مهجرة؟ اكو ناس هسه انا اعرفهم حاليا يريدون يرجعون يبنون بيوتهم، دائرة الآثار ودائرة البلدية ما تخليهم. ليش؟ يقول لك إلا جيب لنا كتاب من الآثار أنه هذا تابع للآثار، ما نخليك تبني، تبقى على ما هو. زين، أنت يا مدير الآثار، أنت لو كنت هاكذ في مكان هذا أبو الدار تقبل تخلي بيتك هالشكل؟ زين يا أسا تعوف البيت، اشترينه من عنده وخلينه يبقى للآثار، هاي وحدة. زين، ونحب نخص بالذكر، هو ظل آثار هي بهاي المدينة، ظل آثار، كل الآثار عبارة عن أطراب وآثار، ظل آثار. طيب، أنا أفهم من كلامك أنه أكثر الدوائر قد سبب الضرر عليكم بلا، وعلى التأخر بالإعمار هي الآثار. الآثار ودائرة البلدية، وبعدين تيجي مغادرات التعويضات بالدرجة الأولى. زين، نحن نبقى على ما نحن. زين، هسه نحن نشكر يعني وزير الدفاع برفع الأنقاض، إذا ولو يعني شكر الجزيل للجيش العراقي. أول شيء هذا ما واجب الجيش، هذا واجب البلدية. المفروض هاي الأنقاض
تنشال، عندنا وديان كثيره، عندنا وادي حليله، عندنا وادي عقاب، عندنا وديان كثيره. زين تبقى هاي الانقاض الشكل انت قاعد تروح الانقاض، هاي الانقاض عتنذب على ضفه النهر. زين انت يا وزير الموارد المائيه، احنا نريد جارحه كورونا وباء كورونا، احنا نريد هذا ندفع كورونا لحد الان. زين احنا شيل الانقاض اللي زدتها على ضفه النهر، زين غير تتعبى بقلابات وتطلع على وديان، عندنا كثير خير من الله. عندنا الخصفه اللي راح بيها الافات الابرياء، ليش ما يشيلون الانقاض مال المدينه القديمه وزتوها بالخصفه؟ الخصفه يعني على طريق بغداد قريبه. زين شلون احنا نشيل بالجرافات والبندوزر الانقاض نشيلها ونزتها على ضفه النهر؟ زين هذا ما امراض يا وزير الموارد المائيه؟ احنا عذرا مقاطعه، انت اليوم ابن المدينه القديمه، هذا المنظر تشوفه بشكل يومي من نعم شغلك او ترجع؟ نعم مؤلم مو هذا المنظر؟ طبعا شلون بالدرجه الاولى هذا الوضع يعني مؤلم. زين الناس هسه يريد يجون كثير ناس اصحاب الدور يجي، والله يوم الليل لمحت امراه قاعده تبكي تقول هذا بيتي، يعني ايش انا ابقى انا على ما هذا وبيتي لحد الان الانقاض موجوده؟ عباره عدلوا له الجهد الهندسي العسكري. زين وبعدين احنا نريد ملف التعويضات، كل من مسؤول بالمحافظة من خلال نوابنا من رئيس الوزراء أنه يستعجل على ملف التعويضات بالذات المدينة القديمة. زين احنا هم نخص إلى رئيس الوزراء المحترم مصطفى الكاظمي الله يخليه، جاء يوم افتتاح جسر الحرية. زين انت افتحت جسر الحرية وافتتحت دائرة المتحف، زين كل الناس تناف فوق الجسر، كل الناس تناف بالمتحف، انت ليش ما زرت المدينة القديمة؟ فوت إلى المدينة القديمة، المدينة القديمة تعاني يعني من عدة أشياء. إلى حد الآن إحنا يخلص عام 2020، إلى حد الآن جامع ما بنى بالمدينة القديمة، جامع ليرفع صوت الله أكبر، إلى حد الآن ما عدنا إحنا جامع، فقط عدنا جامع عبد الله بق. زين هذا جامع المصفي، جامع شيخ الشاط، جامع شط الجوم، جامع المصفي. أجل شلون هالموصلة القديمة؟ المدينة القديمة هذه هي المدينة القديمة، انظر سكانها تحت الركام بيوتهم، لا باب فيها إن أردت وصالة. عن ساكنيها من ستسأل إذ غدت قفرا فلا أحد يجيب سؤاله. ضيعت من في القلب تحت ركامها أحبابنا الأصحاب والأطفال. أين الرعاة؟ أين الرعاة من الضعيف وحقه؟ أين الأولى من ضاعف الأموال؟ أم صار تعويض الحقوق محرم إن ما صبرت له سنين طوالا؟ يا راعيا للبيت فاستر عرضه، فغدا سيكشف ربنا الأعمال، وغدا سيسأل راعيا عن أمة قد كان منه لحالها الإهمال. نسأل الله أن يجعلنا في طريق الهداية للعراقيين على بعضهم. اللهم يعود لكم الموصل بخير وسلامة. والمحبة سلم إلى كل شيء مهما على. أنت اختصرت لي الإجابة بهذه الأبيات. اختصرت إجابة كبيرة وطويلة، إجابة تاريخها بآلاف السنوات. نعم، ولكن أنا عندي دعاء أريد أدعو به. أقول رب اهدنا النور الذي أرسلته، طوبى لواع فاهم مرسالة. الناس من نفس فآدم جده، والكل عمن صائر أو خالة. يا رب يا رحمن للحب اهدنا، أصلح لنا يا ربنا الأحوال. آمين. هذه المدينة تاريخها كبير جدا، وما قد كتب عنها كبير جدا أيضا، لكن اليوم يعرفون الساسة الحاليين، يعرفون عمق هذا التاريخ الموجود في هذه المدينة القديمة، يعون حجم التاريخ اللي موجود في هذه المدينة. الله يعلمنا يا أخي. وما أوتيتم من نعم، نحن نحتاج إلى أن نعرف قيمة المدينة، نحتاج إلى أن نراجع أنفسنا، نحتاج إلى مراجعة قيمة الإنسان، الإنسان الذي يعيش في كل العراق في كل مكان، الإنسان الذي يحس بأخيه الإنسان، هذا الذي نريده. حدث لي عن الموصل نفسها، هذه المدينة عندك بها ذكريات، عندك بها من في كل شارع عندك بها قصة وعندك بموقف، من تتجول في هذه المدينة وتشوف هذا وضعها شنو
شنو ردة فعلك اللي داخلك مشاعرك شو تقول لك؟ يعني لا شك أنه أثرت علينا هذه الأحداث تأثير مأساوي، حتى أنني الآن رجل يعني مريض بالقلب، وكل ما أتوجه إلى طبيب يقولون أكثر ما لديك هو نفسيا إضافة إلى الأشياء الأخرى. فالحالة النفسية صعبة عندنا الآن، لأننا تعرف أين نعيش نحن الآن، أنت تشاهد أين نحن. نحن نطلب نداء إنساني، يعني نطلب من الحكومة، نطلب من الخيرين، نطلب من المسؤولين أن يعني يضعون نصب أعينهم، يضعون الفقير والضعيف نصب أعينهم. هذه مسؤولية، خاصة مسألة التعويض هي من 3 سنوات كانت المعاملات منجزة تقريبا وذهبت إلى بغداد، ولكن يبدو أنه جزء منها مشى وجزء كبير خاصة المنطقة القديمة. لو يركزون على الناس اللي أين هم الناس الآن، يعني 3 سنوات يعطون إيجارات إذا اليتيم والأرملة والضعيف من أين يأتون بالمال؟ وهذه بيوتهم. أكو ناس اضطرت أن تعود إلى منازلها بنصف هيكل أو هيكل وتقعد بيها. نعم، اللي لا يعني إذا هو عايش بالدين إيش قد يدينوا العالم؟ حتى الناس ما تطيق الدين بعد، ما راح ترجع الفلوس اللي يدينوها، وليها مضطرين أن يقعدون في الخرابة ويعيشون على المساعدة، ولكن حتى هنا مساعدة لم تأتي يعني حقيقة. ليش؟ لأنه المنطقة مهجورة متروكة. كيف هذا جزء من العراق، هذا جزء من الوطن العزيز الغالي، تاريخ 7000 سنة، كيف يهمل، كيف يترك؟ لا بأس، لا بأس إذا كنا في الماضي يعني مرينا في فتن كثيرة، ولكن الحمد لله يبدو أنه الأمل موجود. تحدث عن طبيعة عمل الصندوق، ما هي طبيعة عملكم؟ البعض لا يعرف طبيعة عمل صندوق إعادة إعمار المناطق المحررة. صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية تشكل بموجب المادة 28 من قانون الموازنة لعام 2015 ليكون جهازا ينسق العمل بين المنظمات المجتمع الدولي والوزارات الخاصة بالحكومة الاتحادية، وطبعا مهتم اهتماما تاما بإعادة بناء البنية التحتية للمناطق أو المحافظات 6 أو 7 التي تعرضت للإرهاب. هذا هو أهم واجبات صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية. طيب، هل لديكم إحصائيات دقيقة عن حجم الدمار الذي خلفته الحرب؟ نعم، بموجب الدراسات التي أعدت سابقا، حجم الدمار الذي تسبب بسبب داعش جاوز 88 مليار دولار بموجب إحصائيات وزارة التخطيط والتي عرضت في مؤتمر الكويت. أما حجم الدمار المتوقع أو المحسوب في محافظة نينوى على وجه الخصوص، فحجم الدمار يتجاوز 15 إلى 17 مليار دولار أمريكي. طيب، من أين يمول الصندوق؟ نعم، هناك حقيقة شطرين أو مجالين لتمويل الصندوق. الشطر الأول هو الموازنة الاتحادية، وهذه تخصص سنويا مبالغ من المال لغرض المشاريع التي يقوم بها صندوق الإعمار، وتقسم إلى مشاريع استثمارية ومشاريع تشغيلية أو البرامج الخاصة. أما الشطر الثاني للتمويل فهي المنح والقروض التي تأتينا من الدول المقرضة أو المانحة. طيب، الصندوق على أي مادة شكل؟ ومدرائه أين كانوا سابقاً؟ نعم، موظفي في أي الوزارات وأي دوائر؟ نعم، إحنا الحقيقة مثل ما ذكرت سابقاً، وتشكل بموجب 28 من قانون الموازنة لعام 2015، وهذه كل سنة تكرر التخصيصات بموجب هذه المادة. أما الرؤساء الصندوق الذين عاشرتهم شخصيا فهو معالي رئيس الصندوق السابق اللي هو مصطفى الهيتي، وحاليا استلم مؤخرا معالي رئيس الصندوق الدكتور محمد العاني. أين كانوا يعملون قبل إنشاء الصندوق؟ بالنسبة للدكتور مصطفى الهيتي كان عضو لمجلس النواب، وهو أستاذ جامعي في كلية الصيدلة سابقا. يعني مو من الاختصاص المالي؟
لا أتحدث عن شخص، أتحدث عن جميع مدراء يعني الفروع وال... نعم. ورئاسة الصندوق. لا، بالنسبة لي أنا خبير مهندس، اختصاصي هو التنفيذ والتصاميم، وأنا يعني عريق في هذه المهنة، ولدي خدمة ما تزيد عن 40 سنة، ولدي شهادة عليا في هذا الخصوص. أما إذا تذكر، إذا أذكر لك عن معالي رئيس الصندوق الحالي اللي هو الدكتور مصطفى، الدكتور محمد العاني، فهو أيضا مهندس مدني وله شهادة عليا في الهندسة المدنية. نعم. هناك اتهامات بأن الصندوق فشل بعمله بعد سنوات التحرير. أنا لا أتفق معك، على العكس، صندوق الإعمار كان له بصمة كبيرة في إعمار المناطق المتضررة، وأود أن أذكر في نينوى على الأقل، نحن مشاريعنا جميعها اكتملت، وقسم الآخر تحت التنفيذ لم يسجل لدينا أي علامة أو ملاحظة خلل في الناحية المالية أو النزاهة، لا المالية ولا الإدارية، والحمد لله مشاريعنا جميعها تمشي بصورة جيدة وما عندنا أبد مشاكل. طيب. نعم. الشركات التي تعمل على إعادة إعمار هذه المناطق، هل هي من القطاع الخاص؟ هل هي حكومية؟ وإذا كانت حكومية كيف تحال إليها هذه المشاريع؟ وإذا كانت من القطاع الخاص كيف تحال إليها؟ نعم، إحنا الحقيقة المشاريع تحال حسب التنافس. نحن نعرض المشاريع في وسائل الإعلام وفي لوحات الإعلان، ما عندنا شيء مستخبى، كلها معروضة للمقاولين لكي يقدموا للتنافس. طبعا هناك شركات حكومية تقدم للتنافس، وهناك مقاولين أهليين. لدينا شركات قطاع حكومي أخذوا يعني انحالت عليهم مقاولات من ضمن صندوق الإعمار، وهناك أيضا مقاولين من مختلف محافظات العراق. نعم. أيضا أحولت لهم مقاولات. المدينة القديمة، مدينة الموصل القديمة. نعم. لماذا لهذه اللحظة هي مدمرة إذا كان الصندوق؟ نعم. عمله متكامل. نعم. وعامل بشكل جدي على إعادة إعمار المدن. نعم. لماذا لهذه اللحظة المدينة القديمة مدمرة؟ طبعا هذا موضوع كلش مهم، ويعني أتمنى أن تعطيني الفرصة الكافية حتى أوضح هذه الأمور. أنا ذكرت أن حجم الدمار في نينوى على الأقل تجاوز 15 أو 17 مليار دولار. نعم. في حين نحن نتكلم عن مليارات الدنانير، هناك ضرب في ألف. إحنا حجم الأموال المخصصة لمحافظة نينوى لا تزال أقل بكثير من حجم الدمار الحالي اللي موجود في المحافظة، ولذلك مهما عملنا من مشاريع فنحن لازلنا يعني بعد نقطة أو خط الشروع بقليل، لا زالت هناك كثير من المشاريع لا تتوفر لديها التخصيصات الكافية لإعمارها. هذا جانب البنية التحتية. أما إذا أنت تتكلم عن المواطنين وعن الدور السكنية التي تدمرت ولم تعمر لحد الآن مثل ما موجود بالمدينة القديمة، فهذه ليس ذنب الصندوق. الحقيقة نحن لا علاقة لنا بإعمار مساكن المواطنين، نحن فقط على البنية التحتية اللي هي دوائر الكهرباء، الدوائر الحكومية، المدارس، الجامعات، المستشفيات إلى آخره، كل هذه بنية تحتية. أما المواطنين فعتبهم صح قد يكون علينا أو على غيرنا، لكن هم مشمولين بالتعويضات، وهناك تعويضات المفروض يستلموها حتى يعيدوا بناء منازلهم. ليس من مهامنا إعمار مساكن المواطنين. أي أفهم كلامك أنه ملف التعويضات لا دخل له بالصندوق. نحن لا دخل لنا بإعمار دور المواطنين، ولذلك من الزور المدينة القديمة تحزن طبعا، لأنه كثير آلاف من الدور المدمرة لم تعمر لحد الآن، يعني التعويضات تأخرت وتأخرت. طيب. كثيرا. المنح والقروض الخارجية أين ذهبت أموالها؟ نعم، المنح والقروض ذهبت مبالغها إلى المشاريع التي خصصت لتلك المشاريع. ما يشاع في المعلومات أنه دول كثيرة أعطت لموصل أموال. نعم. دول خارجية أجنبية. نعم. ولا. نعم. كانت خليجية. نعم. مبالغ كبيرة. نعم. هذه المبالغ لم تظهر على أرض الواقع. حتى أصحح كلامك يا سيدي، أولاً المبالغ التي الحقيقة منحت أو أقرضت للعراق هي مبالغ خجولة قليلة. صح. قد تسمع مبالغ يعني بالإعلام أو، بس هي الحقيقة هي مبالغ قليلة جداً لا تتناسب مع حجم الدمار. حجم الدمار مثل ما وضعت لك
88 مليار دولار. احنا اللي جانا يعني قد يكون اقل من عدد الاصابع في عدد المليارات. طيب فلازلنا بعيدين عن الاعمار الكلي للعراق. جنابك خبير مهندس تصاميم. نعم. يعني انت الاختصاص الأكثر احتياج لمدينة الموصل القديمة. نعم. اليوم بما أنه قد مسحت من الأرض الموصل القديمة. نعم. كتصاميم كيف تعاد الموصل إلى ما كانت عليه سابقا؟ يا سيدي الحقيقة هذه مشكلة معقدة. يعني حتى نحن أحيانا نقف لا نعلم كيف نتصرف. هناك خلينا نقول احتمالات كثيرة أو خطط كثيرة لإعادة الإعمار. المشاكل في نينوى خاصة القديمة، البيوت اللي أتابع المواطنين أشكالها ليست هندسية، أنت تعرف إحنا نسميها العوجات أو الدرابين الضيقة، والبيوت اللي 50 و60 متر ليست كالتخطيط الحضاري الحالي مثلا 200 متر أو 100 متر بحيث من السهولة تزيلها وتعيد بنائها. هذه عملية بنائها أنا أعتقد من الصعوبة بمكان، وخاصة بعد أن تمت إزالة الأنقاض حتى الحدود يمكن محيط، ونحتاج إلى عودة إلى الخرائط القديمة وكيف هذه الدور يعني نرجعها إلى أصحابها. هذا يرجعني إلى كلام سيد محافظ نينوى. نعم. نجم الجبوري يتحدث عن أنه لو كان الأمر بيده أن تكون هناك تصاميم جديدة لمدينة الموصل القديمة. نعم. أنا لو كان الأمر بيدي طبعا لازم نحافظ على تراث الموصل، احنا منتهين من هذا الموضوع، لازم تبقى قسم من الأبنية اللي تشير لأن نريد نمحي تراث الموصل. ولكن الحقيقة هناك عدة دراسات، بس أنا يعني باعتقادي بعد أن نحافظ على الشوارع الرئيسية والتراث الموصلي، البقية اللي ما بها أهمية تاريخية نشتريها من المواطن ونعمل بها مشاريع استراتيجية، خلينا تكون سكن عمودي أو أبنية مثلا حضارية، حتى أولا راح تكون للاستثمار يستفاد منها المستثمر، في نفس الوقت يستفاد منها المواطن الموصلي. بتخمينك متى ستعود الموصل إلى سابق عهده؟ في بداية تسنمي هذا المنصب سألوني نفس هذا السؤال، يعني أنا ذكرت أنه الموصل لن تعاد قبل 5 إلى 10 سنوات. في وقتها شلون وضع الناس في هذه المدن على هذا الوضع المأساوي؟ والله نحن أول شيء نشكر قناتكم المفضلة الفلوجة على حضوركم للموصل القديمة، ونشكر كل إنسان اللي داعي بالموصل القديمة واللي يجي عليها. الوضع الإنساني بالموصل القديمة وضع إنساني أمامكم، أنت شو هسه حاليا تصوير البيوت مشردة، العالم عوائله تعويض ماكوش حاليا، التعويض حاليا يعني كل سنتين ثلاثة ما يعوضون كم واحد، والعالم العوائل أكثر ناس يترجع على بيوته بس ما عنده مادة أن تعوض بيوته تبني بيته، هاي واحدة. واثنين عندنا لجنة العفو المنظمات عيساعدونا، المنظمات الإنسانية وأكثر منظمات عالمية عيساعدون الناس الفقرة اللي يقدرون عليها. فنحن ايش نطلب من رئيس الوزراء المحترم أن يدحق على هذا الموصل القديمة، ويدحق على الموصل عامة، نحن ما نحكي على الموصل القديمة بس، أهل الموصل تعبت، هاي 3 سنين حرب، وهاي 3 سنين متحررنا، هاي 6 سنوات، الست سنوات لي حد الآن ماشي المسؤول جاء سوالنا بناية، بنانا لو بيت، ترجع نقول رجع عائلة فقيرة رجع، غير المنظمات الإنسانية يساعدونا. أنا حاليا بيتي اللي شفته حاليا وراكم هو إنسان دكتور عمر دي وخلف الله عليه، منظمة إنسانية، كثير ناس هنا عمرون منظمات إنسانية، قليل يجون منظمات يعني نقول الجهد الحكومي في هذه المدينة ماكو، منتهي فرد مرة منتهي، يجون كل سنة سنتين يعمرون بيت ماكوش لحد الآن، ما حد عمروا بيت. طيب هو التعمير اليوم نحكي عن هذه المدينة كانت في بيت ملاصق لبيت. نعم. تمام. نعم. إذن أكو ترسيم حدودي ضاع في هذه المدينة. أستاذي هو حاليا أنت تقول التراسم بين الأراضي يعني الحدودية مادة البيوت، هو خارطة موجودة حاليا موجودة الخارطة مالهم، وكل إنسان يعرف يقعد حد بيته لأن عنده سند، واللي ما عنده سند يرجع على الخارطة مال الدولة. فهي الدولة لو لها جهود أن تمشي باي البنايات القديمة أن ترجعها، هاي 3 سنوات كانت رجعت نصها، هاي 3 سنوات كلش ما رجعوني لي حد الآن، شارع ما بلطوا النوة بالقديمة. نتحدث عن مليارات تخصص إلى الموصل، وينها أثرها وين في هذه المدينة؟ يا رجل أنا قلت لك لي حد الآن، أنا حاليا أحكيك عن نفسي شخصيا، أنا لي حد الآن أكوش منحة يسموها 480 دينار، أنا لي حد ما مستلمها، وين من الموصل القديمة منطقة الميدان ما استلمني حد الآن دينار، واحد ما مستلمين يعني كتعويضات او كمنظمات يساعدونا ما انطوني لي حد الان. قلت لك الناس الخيرين يجون يساعدونا، الناس الخيرين جزاهم الله خير، كتاجر كمهندس كدكتور عايساعدون الفقره
حيساعدونا. الحكومه لحد ما جت قد باب قد لك هاي 1000 دينار انت بطال عطال. هاي 5 شهور احنا قاعدين مرض كورونا والحفول القديمه شلون عالها. الناس تعبانه فرد مره. يوم نشتغل عشان البطالين. فاخي نحن نطالب من رئيس الوزراء المحترم، طالب من كل احد بس رئيس الوزراء المحترم ان يندار على المصر القديمه السيد الكاظمي. ونطالب ملف التعويضات صار به فساد برايك؟ بلا به فساد. والفساد معروف. احنا ما نذكر يعني اسامي. يبدي الفساد يبدي اخي يبدي من الدوائر الموصل. لان هاي لو دوائر الموصل ان يريدوا يعوضون العالم ثلاث سنين كانوا يعوضونا. انا يسع الملف مالي حاليا تعويض مالي صار 3 سنوات لي حد الان من كملته. دائره حكوميه طول دائره حكوميه في العليا طول 3 سنوات معامله تمشي بيها. طلبوا فلوس من عندك؟ ما طلبوا فلوس من عندنا بس يعني تاخير فساد. وش الفساد؟ التاخير، التاخير المواطن يدزون على كتاب ورقه صغيره يدزون راح يروح فلان دائره فلان دائره. فنحن ايش نقول الفساد؟ الفساد ما طلبوا فلوس، الفساد انه ما يشتغلون، ما يقدمون شيء للمدينه. نعم. حترجع هاي المدينه للحياه من لا والله ايش ترجع؟ ترجع بسبيل المنظمات يعني الخيريين. ايوه ما يجوني لو المنظمات الخيريين الا حرام بيت واحد ما يرجع هنا. هاي يعني نحن سبيتنا خلف الله على الدكتور، بيت الاخ، الا جهد الحكومي صفر. كل شيء حكومه حجره ما بنت لحد الان بهاي المنطقه القديمه. شو وقت ترجع؟ والله ما ترجع، هاي نفس البنات ترجع، هاي ما صار لها شهر انتشر، وهاي المنطقه القديمه ما ترجع. يوميا خصصنا فلان شيء على القديمه، وتجي كل شيء ماكو، يجون بس ياخذون صور ويفترون. يبقون باسم المدينه القديمه؟ والله العظيم جت فلوس من المدينه القديمه، جت فلوس قيامه الله تبني 3 مدينات من المدينه القديمه. وين كلها؟ يوم بدي اسوي شيء يجون تصوير وبدي نعمل فلان وهذا وراح اختفى، بس صيت اسوي و قشي ماكو. هاي التعويضات لو يصرفوها للعالم لعم تجي تبني. شنو تشتغل انت قبل داعش؟ والله اشتغل ملابس بسطة. وهسه والله نفس الشيء ماكو شغل، لا شغل لا عمل لا عيشه في المدينه القديمه صعبه. والله صعبه ايش هسه وين تروح؟ والله بحيث صعبه عالم ما عنده. لو ما صعبه حد يرجع هنا على المنطقه يقعد. انا شفت ناس يعني قاعدين بهياكل ايش تسوي؟ ماكو فلوس، ما عنده فلوس، لاكو شغل، لاكو عمل، مجبور. هسه احنا مجبورين خلف الله على المنظمات. رجعتنا البيوت، رجعت العالم، الا حرام جهه حكومه ماكو نهائيا صفر صفر. لا يجون بس نسوي هيك وبدنا نعمل هيك. من يتحمل خراب هذا؟ والله الحكومه اللي تتحمل، جو فلشوها، لا ماكو فلشوها احسن. انت فلشته غير الشيله؟ هاي قبل العيد جو فلشوا وحفره وداروا راسهم وراحوا. شايف حفرته خلف الله اشيله هاي راحوا يسحبوا ومن يشيل هسه علي؟ هسه عايب الشتاء نحن ندمر هنا. الصيانات تصير وحالات عندنا اطفال عندنا هذه. ما شويه خلي الاستاذ المحترم مصطفى الكاظمي يدحق على الموصل القديمه فرد مره. الله يعينك. عالم والله تعبت حيل تعبت. هسه عايك وعالم تجي ترجع هنا ما عنده فلوس. تعال شويه وتعويضات. اصرف العالم لترجع، العالم تعبت ملت حيل، سكان سكان يعني مليانه سكان العالم كله بذاك الجانب اللي ما عنده ايجار اللي بالمخيمات. شكرا لك والله عين الموصل وانا. ست سنوات انقضت بين حرب واعاده اعمار، الواقع غير ذلك. الحرب العسكرية انتهت لكن حرب الفقراء لم تنتهي، فلا زالت آلاف العوائل مهجرة جراء دمار المدينة القديمة، والمسؤولون يتحدثون عن إنجازاتهم البعيدة عن الواقع. إلى تحقيق آخر نلتقيكم على خير.